سرعه عايز يوقف المركبه. احنا كنا اتكلمنا المره اللي فاتت بالنسبه لل يونت 2 اللي بتتكلم عن الورك، وشرحنا فيه الدرس بتاع الورك، وقلت لكم ان احنا هنحل الاكسرسايز اللي عليه، وهنرجع نعمل فيديو ثاني بالحل بتاع الاكسرسايز اللي موجود في الكتاب المعاصر اللي هو السورس اللي احنا بنحل منه لغايه دلوقتي. سبتكم فتره ان انتوا تحلوا الكلام ده، وهتيجوا تراجعوا معايا بقى دلوقتي ان شاء الله عشان نشوف طبقته كويس ولا ايه على الدرس بتاع الورك. الاول قبل ما نحل الاكسرسايز بتاع كتاب المعاصر هنشوف السولفت اكزامبل اللي موجود هنا، عشان في ناس كتير قالت لي عايزين فيها شويه حاجات. فاحنا هنتكلم الاول عن سولفت اكزامبل، وخاصه اللي طلبت مني اكتر يعني، وبعدين ايه نتكلم بقى عن بقيه الاكسرسايز. اول حاجه اكزامبل 1 ده يعتبر مباشر الى حد ما، بيقول ايه؟ A cart is pulled by a force of 50 نيوتن. الدرافت بتاعك تكتب هنا الفورس ايكوال 50 نيوتن. The line of action of the force make angle 60 in the direction of displacement. يعني الفورس line of action بتاعها imply على displacement direction angle 60. Find the work done by a force to displace a cart. يعني الانجل هنا في الجيفن اهو ايكوال 60 ديجري. Find the work done by the cart to displace او by the force to displace the cart through a displacement 4 meter. Neglecting friction force. طيب جميل، احنا كنا قلنا ان الورك ده الجنرال فورمولا بتاعته اف دي كوزاين سي، الفورس 50، ديسبيسمنت 4، كوزاين انجل بتوين دايركشن فورس اند ديسبيسمنت كوزاين 60، 50 40 200 كوزاين 60 يبقى ايكوال 100 جول. ده اكزامبل 1، ده مباشر لحد ما. Example 2 اللي بعده بيقول لي complete the work done by a girl on a pocket of mass 300 جرام. يعني الماس بتاع الباكت 300 جرام، حول من جرام لكيلو جرام يبقى 0.3 كيلو جرام. That is carried by her through a displacement of 10 meter. مشت مسافة 10 meter in a horizontal direction. Then complete the work done by a boy to lift a bucket. هنا بقى ديت كانت المعلومة بتاعت الجير، وهنا البوي. The work done by the boy to lift the bucket عشان مجرد ان هو يرفع بس، lift يعني يرفعه فوق من على سطح a bucket of the same mass 0.3 كيلو جرام through a displacement of 10 سنتيمتر. رفعه مسافة 10 سنتيمتر مش 10 متر، لأن هو يا دوب رفعه بس عن الأرض مسافة 10 سم من هنا من على الأرض لغاية هنا بس 10 سم، يعني 0.1 متر in vertical direction. طيب ومن هنا جي ايكوال 10، جي اللي هي الفري فول اكسلريشن ايكوال 10 متر بير سكند سكوير متر بير سكند سكوير. هو البنت ده الباكت اهو، البنت مأثر عليه فورس لفوق بتساوي الويت بتاعه، لان احنا كنا قلنا قبل كده عشان نرفع اي جسم لازم نأثر عليه فورس يا دوب بتساوي الويت بتاعه اللي هو حسب ضرب الام في الجي. يعني الويت الفورس اللي اثرت بها البنت اللي هو الويت بتاع الباكت ايكوال الماس في الفري فول اكسلريشن، الماس 0.3 في الفري فول اكسلريشن اللي هي 10 يطلع 3 نيوتن، والبنت مشت مسافه 10 متر هورايزنتلي. كلمه هورايزنتلي دي بتفسر لي حاجه، ان الفورس بيربنديكولار على الديسبيسمنت، لان انا عشان ارفع الباكت لازم اثر عليه فورس ابورد، وهي ماشيه هورايزنتلي مسافه 10 متر. فلو جيت تشوف الورك طبعا اف دي كوزاين الانجل بتوين الفورس والديسبيسمنت، الاف 3 نيوتن الديسبيسمنت 10 والانجل ما بينهم 90، يبقى مفيش ورك من الاساس. رغم ان في فورس وفي ديسبيسمنت احنا قلنا الكلام ده في الشرح، بس البنت ماشيه هورايزنتلي وبتاثر بالفورس بربنديكولار ابورد، يعني الدايركشن بتاع الفورس والديسبيسمنت بربنديكولار
على بعض يبقى انجل 90 يبقى نورث تايم زيرو. طب هو عايز بقى ايه؟ عايز الولد لما رفع الباكت من على الارض رفعه مسافه 10 سم، يبقى هو اثر بفورس لفوق ورفعه مسافه لفوق برضه، يبقى الفورس والديسبيسمنت دلوقتي ان ذا سيم دايركشن زي القلم ده او الكتاب ده، انا رفعته مسافه 10 سم من على الديسك، يبقى انا اثرت فورس لفوق اتجاه لفوق اهو، والديسبيسمنت برضه لفوق. عايز في خلال الحته دي بقى لورك ده قد ايه؟ يعني مش عايز ولا ماشي بقى، لا هو عايز الحته بس اللي اترفع فيها الباكت 10 سم، لورك ده قد ايه؟ هيبقى لورك بيساوي اف تي في كوزاين الانجل، الفورس اللي هو الويت بتاع الباكت اللي احنا جايبينه قبل كده 0.3 في 10 ب 3 نيوتن، في الديسبيسمنت 10 سنتيمتر اللي احنا حولناها لمتر 0.1، والانجل ما بينهم بزيرو لان اتجاه الفورس هو اتجاه الديسبيسمنت، فالانجل ما بينهم بزيرو وكوزاين 0.1 يبقى 0.3 جول. ده الورك ده عايز اقوله ايه؟ هو بس ده ورك في الفتره اللي رفع فيها الباكت بس، انما لو مش هورايزنتلي زي البنت ده مفيش ورك ده، بس في ورك في الحته اللي رفعها فيها بس. ده بالنسبه لايه؟ اكزامبل 2. اكزامبل 3 بيتكلم بيقول ايه؟ A force of 400 نيوتن، ده برضه في الكرافت بتاعنا اهو، في فورس 100 نيوتن act on a body at rest. At rest يعني الانيشال بريست بتاعته equal zero. To speed it up uniformly، زود بقى زود سرعته بقى. The body's velocity becomes يعني الـ V final بتاعته 20 متر per second after time period 5 seconds. Find the work done. Work question mark. لو جبت تكتب قانون الورك ده اللي هو F في D في كوزاين الانجل اللي ما بينهم، والانجل اللي ما بينهم بزيرو لان قال لي ان الفورس او الديسبيسمنت والفورس هما الاثنين ان سيم دايركشن، فالانجل اللي ما بينهم زيرو وكوزاين زيرو بوان، فما لهاش لازمه. انا عايز اجيب الورك ده لازم يكون معايا الفورس والحمد لله معايا اهي، ولازم يكون معايا الديسبيسمنت. الديسبيسمنت اللي هي المسافه اللي مشاها البادي ده من هنا لغايه هنا. الانيشال فلوس بتاعته كانت بزيرو والفاينل ب 20 والتايم 5 سكندز. يبقى احنا دورنا دلوقتي ان احنا نجيب الديسبيسمنت. لو جيت تبص على الايكويشنز اوف موشن اللي احنا هنجيب منها الديسبيسمنت اللي احنا خدناها في الترم اللي فات، اول ايكويشن كان بتقول ان الفاينل فلوستي ايكوال انيشال بلس اي تي، تاني ايكويشن بتقول ان الديسبيسمنت ايكوال في اي تي بلس هاف اي تي سكوير، تالت ايكويشن بتقول ان الفاينل فيرست سكوير ايكوال انيشال فيرست سكوير بلس 2 اي تي. في التو ايكويشنز اللي فيها الديسبيسمنت اللي انا عايزها لازم اجيب الاكسلريشن عشان ما يبقاش معايا اثنين انون في الايكويشن، اجيب الاكسلريشن وبعدين ابقى اعوض بقى اما في الايكويشن دي يا اما في دي اي حاجه فيها براحتك. فاحنا نجيب الاكسلريشن الاول، والاكسلريشن ممكن نجيبها من الفيرست ايكويشن او من القانون بتاعها اصلا في اف ماينس البي اي اوفر التايم. الفاينل فيلوستي معانا ب 20 ماينس الانيشال فيلوستي ب 0 على التايم 5 سكندز، تطلع الاكسلريشن 4 متر بير سكند سكوير. بعد ما نجيب الاكسلريشن ممكن بقى نشتغل بالسكند ايكويشن عشان نجيب الديسبيسمنت، في اي تي بلس هاف اي تي سكوير، في اي ب 0 يبقى في اي تي كلها ب 0، هاف اكسلريشن جايبها 4 متر بير سكند سكوير اهو تايم سكوير 5 سكوير يبقى 25، يطلع الديسبيسمنت 50 متر. كده بقى انا جاهز ان انا اجيب الورك ده اضرب الفورس اللي هو 100 نيوتن في الديسبيسمنت اللي هي 50 متر تطلع 5000 جول. ده اكزامبل 3. اكزامبل 4 وده مهم جدا، يتكلم عن الوركر ذا كاري ابوكس اوف ماس الوركر كاري ابوكس اوف ماس 40 كيلو جرام، طالما انا مديني ماس يبقى انا هجيب الويت حصل ضرب الماس في الفري فول اكسلريشن. كلايم اب ستيرز اوف لينث 20 متر، يعني الديستانس اللي هيمشيها وهو طالع السلالم 20 متر. اف ذا فري فول اكسلريشن
يبقى الديستانس اللي هتشاع ديسبيسمنت يعني 20 متر تو فري فول اكسليشن 10 متر بير سكند سكوير فايند ذا ورك دان هاي سبيد ورك دان. خلينا نمشي من الاول هنا كده لما كان الولد لسه ما طلعش على السلم وهو ماشي كده هو شايل صندوق بيأثر عليه فورس فيرتيكلي ابورد عشان يلغي قوه الويت الويت بتأثر لتحت ولازم يأثر فورس لفوق عشان يلغي الويت يبقى الدايركشن بتاع فورس لفوق والديسبيسمنت يمين ماشي تو رايت فالفورس والديسبيسمنت في الحته دي كده بيربنديكولار على بعض يبقى مفيش ورك دان يبقى طول ما هو ماشي هورايزونتال يبقى مفيش ورك دان انما الوضع ده بقى هنا هيبدا يختلف اول ما يطلع على السلم وهو عامل ان السلم انكلايند باي انجل 30 مع الارض الانجل انكلينيشن بتاع السلم مع الارض 30 دقيقة. طب بص بقى اول ما الولد هيبدا يطلع على السلم كده كده الفورس بتاثر من فوق مفيش فيها مشكله عشان تلغي قوه الويت اللي هي بتاثر فيرتيكالي داونورد لازم اثر بفورس لفوق يبقى اتجاه الفورس دايما لفوق ما اتغيرش انما اتجاه الديسبيسمنت بقى بدل ما كان ماشي هورايزونتالي كده لا ده هيطلع على السلم يبقى هو ده اتجاه الديسبيسمنت اللي هو الاتجاه اللي عامله السلم مع الارض ده اهو ده الديسبيسمنت انا بقى لما باجي اجيب الورك بضرب الفورس في الديسبيسمنت في كوزاين الانجل انهي انجل بقى الانجل بتوين الدايركشن بتاع الفورس and direction of displacement يعني الانجل اللي ما بين الفيكتور بتاع الفورس اللي هو ده والفيكتور بتاع الديسبيسمنت اللي هو ده هل يا ترى هي 30 ولا الكومبلمنتري بتاعت اللي هي 60 انا عايز اجيب الانجل دي ما بين فورس وديسبيسمنت هيبقى الكومبلمنتري اللي هي 60 مش هناخد ال 30 ال 30 ما بين السلم والارض ماليش دعوه بيها انا عايز الانجل ما بين فورس والديسبيسمنت اللي هي اتجاه السلم نفسه اللي هي 60 اللي هي الكومبلمنتري لان دي كلها على بعضها 90 الفورس 90 ديجري مع الارض كده فالسلم مايل على الارض بانجل 30 انا عايز بقى انجل ما بين فورس والديسبيسمنت يبقى انجل 60 اذا فالورك هيبقى ايكوال الفورس والفورس دي اللي هي حاصل ضرب الماس في الفري فول اكسلريشن اصل انا عشان اجيب الفورس اللي بيرفع بيها الصندوق اللي هي الويت بتاع الصندوق لان انا قلت لكم ان انا عشان اجيب الفورس اللي برفع فيها الحاجه اللي فوق هي هي الويت والويت بيبقى حاصل ضرب الام في الجي الماس 40 في الجي 10 يبقى 400 نيوتن ده الفورس لسه ما جبتش الورك دان اجيب بقى الورك دان اضرب الفورس اللي انا جبتها دي 400 في الديسبيسمنت اللي هو طول السلم نفسه 20 متر في كوزاين الانجل وبالله عليك ما تاخدش الانجل ما بين السلم والارض احنا بنتكلم على الانجل ما بين الفورس والديسبيسمنت اللي هي 60 دي يبقى في كوزاين 60 يبقى equal 400 في 20 ب 8000 كوزاين 60 half يطلع 4000 جول ده هو الورك ده والولد طالع السلم انما هو قبل ما يعدي على السلم كان ماشي هورايزونتلي فما فيش ورك ده البروبلم اللي بعدها بيتكلم عن حاجه في منتهى الاهميه اللي هي ايه بقى؟ نشرح فكره البروبلم الاول وبعدين نشرحها هي نفسها انت عارف ان الماكسيمم ورك ده بيبقى حاصل ضرب الاف في الدي ومش هقول كوزاين ثيتا بقى لان انا قلت الماكسيمم ورك فمش هنقول كوزاين ثيتا لان كوزاين 0 ب 1 لان الماكسيمم ورك يعني الفورس في نفس اتجاه الديسبيسمنت يعني الانجل ما بينهم ب 0 وكوزاين 0 ب 1 فمش هنكتب بقى كوزاين ثيتا لان ده الماكسيمم ورك فلما اجي اعمل ريليشن ما بين الورك والديسبيسمنت وكان الورك كونستنت فطلع خط عامل كده. لو عايز اجيب الاريا تحت الخط ده لو قفلت ده هيبقى ريكتانجل، عايز اجيب الاريا دي. احنا كنا قلنا قبل كده ان الاريا بتاعت ريكتانجل ايكوال لينث فورث. اللينث بتاعه يعتبر ديسبيسمنت والوتس يعتبر ورك. سوري احنا هنعمل هنا اف والديسبيسمنت. اللينث بتاعه يعتبر ديسبيسمنت. والوتس يعتبر فورس يبقى الاريا بتاع الريكتانجل حاصل ضرب اللينس بالوتس واللينس بتاعه ديسبيسمنت والوتس بتاعه فورس وحاصل ضرب فورس في الديسبيسمنت يديني ايه؟ في الورك دان فلما يطلب منك الورك دان لما يدي لك ريليشن بين فورس والديسبيسمنت ويطلب منك الورك دان هو الاريا هو
هو الاريا. الاريا لمجرد انت تجيب الاريا بقى انت كده جبت النورث داون، لان احنا اثبتنا اهو ان الاريا اللي هي حاسه ضرب الفورس في الديسبيسمنت، وحاسه ضرب الفورس في الديسبيسمنت اصلا هو الايه النورث داون. فانت مجرد بس ما تجيب الاريا انت كده جبت النورث داون. طب لو كان الشكل ده عامل كده يعني الوركي مش كونستانت على اللونج ران، ممكن الوركي يكون بيزيد او بيقل كده مثلا برضه. اه واجيبها لك كده، انت عايز تجيب الورك دان، هتقوم جاي قافل الحته دي وتشوف الاريا بتاعت الشكل ده عامله ازاي، والاريا هي هي الورك دان. بس ده مش طبعا ما يعتبرش ريجنر شيب، فانت هتقسمه بقى انت ريجنر شيبس. هتقفل ده وده يبقى ريكتانجل، تجيب الاريا بتاعت المحصل ضرب اللينس في الوتس، وده بقى هتقسمه برضه لشكلين ريكتانجل ده وده، او ممكن تاخد الريكتانجل ده كله على بعضه وتجيب اللينث ده في الوتس. طب والتراينجل اجيب الاريا بتاعته ازاي؟ هاف في البيز في الهايت، البيز اللي هو يعتبر الحته دي من هنا لغايه من هنا، الرقمين اللي هيبقوا هنا، والهايت اللي هي الحته دي برضه هيبقى فرق الرقمين اللي هيبقوا هنا. يبقى انت جبت الاريا 1 واريا 2 تجمعهم على بعض يديك الايه؟ الورك داون. عشان نطبق على الكلام ده في اكزامبل 5 بيج 119 في كتاب المعاصر، هو اللي هيفهمنا الدنيا دي فيها ايه. بيقول the following figure represents a change of a certain force on a body that moves in a certain direction. Calculate the work done by the force. هنا 3 هنا 8 هنا 10 عامل هنا 500 واخرنا هنا نيجاتيف 500. بيقول لي بقى عايزين نجيب الفورس فروم دي ايكوال 0 تو دي ايكوال 10 متر، يعني عايز مسافه من اول مسافه 0 لغايه المسافه الثانيه. عايز الورك دان، واحنا متفقين ان الورك دان هو الاريا تحت الشيب ده. اجيب الاريا ازاي؟ ابدا بقى قسم معايا بقى. احنا عايزين نجيب من اول هنا لغايه هنا، عايزين نجيب الورك دان في الحته دي بس، من دي 0 لدي 10، يعني بتاع ده بس مالكش دعوه بكده دلوقتي. فاحنا نقسم الشكل ده لثلاث اشكال متساويه او منتظمه. ده هيبقى ريكتانجل 1، وده يعتبر اسف ده تراينجل، ده ريكتانجل، وده تراينجل تاني. فانا هجيب الاريا بتاعتها والاريا بتاعتها والاريا بتاعتها واجمعهم هم ثلاثه، والسمشن بتاعهم هيبقى هو ايه؟ الورك دان. نبدا الاول بالاريا بتاع تراينجل. ده احنا بنسميها اريا 1 هاف البيز في الهايت، البيز بتاعه من 0 لغايه 3 ده 3 في الهايت، ده الحته دي 500 ده فورس. طيب تطلع الاريا بتاعه 750 متر سكوير. طب تعالوا نجيب اريا 2، واريا 2 ده يعتبر ريكتانجل، ده كان تراينجل وده ريكتانجل. نجيب الاريا بتاع الريكتانجل ازاي؟ اللينث باي ذا ويث from 3 to 8 يبقى length equal 5 في الوتس 500 0025 يبقى 2500 متر سكوير. طيب فاضل بقى الاريا 3 اللي هي بتاع ترينج الصغير ده، اريا 3 بتاع ترينج ده half في البيز في الهايت، half البيز بتاعه from 8 to 10 يبقى البيز بتاعه 2 متر بس، في الهايت 500 يطلع 500 متر سكوير. لما احب اجيب الورك بقى هعمل السمشن بتاعهم كلهم 750 بلس 2500 بلس 500 يطلع 3750 جوبر. ليه بقول جول؟ لان الاريا هي الورك دان. ده لما بنحب نجيب الورك فروم دي 0 تو دي 10. عايز بعد كده بقى فروم دي 0 تو دي 15، يعني من اول لغايه 10. يبقى انا هجمع الاريا بتاع الشكل ده اللي احنا جبناها ب 3750 بلس الاريا بتاع ده. هجمع الاريا بتاع الشكل ده معاهم هم كمان. وده زي ما انتم شايفين اهو يعتبر
ريكتانجل، بس الريكتانجل ده ما يعتبرش منتظم قوي يعني اللي هو ايه فور ده. فاحنا هنجيبه ازاي؟ هنجيبه برضو طالما هو ترانجل يبقى الاريا بتاعته تعتبر هاف في البيز في الهايت. الاريا بتاع الاريا فور هاف لان هو ترانجل برضو في البيز في الهايت. يعني هاف البيز بتاعته من 10 ل 15 يبقى 5. فالهايت بتاعه لو اسقطته من هنا لهنا عمود كده يبقى الهايت بتاعه يعتبر كام؟ 500 ولا نيجاتيف 500؟ نيجاتيف 500 بقى لان احنا في نيجاتيف دايركشن. نيجاتيف 500 يطلع نيجاتيف 2000 يبقى هاف 0 0 25 في هاف يعني نيجاتيف 2500 ده الاريا بتاعت الترانجل الصغير. تاني هاف في البيز في الهايت يعني هاف في البيز بتاعه من 10 to 15 اللي هي 5. في الهايت بتاعه من هنا لغايه هنا اسقطت من هنا عمود عشان اجيب الفيرتيكال هايت طلع نيجاتيف 500. بعد ما نجيب الاريا بتاعته نشوفها نيجاتيف كام تجمعها بقى على الاريا دي عشان تجيب التوتال مورت دام في الحته دي كلها يبقى بلس نيجاتيف الرقم اللي هيطلع لك من هنا يبقى انت كده جبت التوتال مورت دام. ده بالنسبه لايه؟ اكزامبل رقم 5. تعالوا بقى نشوف السؤالين بتاع تيست يور سيلف اللي هو في المربع الاصفر ده. بيقول ايه؟ هنا الورك وهنا الديسبيسمنت وعامل ده 100 وده 20. The opposite figure represents the relation between a work done by a force F وعلى الاكس اكسس في الديسبيسمنت. If the angle between the force and displacement is 30 degree, هو مداني في الجيب الاول. Calculate the force. عايز نقسم الفورس. مبدئيا انتوا عارفين ان الورك دان بيساوي فورس في الديسبيسمنت في كوزاين ثيتا. انت عايز تجيب الفورس يبقى ورك اوفر دي كوزاين ثيتا. يعني نازل ده كله تحت. طيب عند النقطة دي الورك دان ايكوال كام؟ 100 والديسبيسمنت عندها ايكوال كام؟ 20 في كوزاين الانجل ما بينهم كام؟ 60. احسبها بقى على الكالكوليتر بقى انت كده جبت الايه؟ الورك دان. وممكن تجيبها من السلوب. السلوب هنا عشان نجيب السلوب كنت قلت لكم ان احنا هنشطر الكميه اللي على الواي اكسس مع الاكس اكسس يبقى السلوب بيساوي اف كوزاين سي. تاني عشان اجيب السلوب اشطر ده مع ال على الواي اكسس النورك دام جبت في الليفت هاند سايد لوحده والباقي كله في الرايت هاند سايد اللي هو اف دي كوزاين تي. فلما احب اجيب الاسلوب هشطب ال دبليو مع الدي يبقى الاسلوب بيساوي اف كوزاين تي. انا عايز اجيب الاف يبقى بيساوي الاسلوب اوفر كوزاين تي. طب الاسلوب اجيبه ازاي؟ هنختار نقطتين وليكن دي ودي اللي هي النقطه بتاعت الاوريجن اللي هي الاوريجنال بوينت 0 و 0 والنقطه دي الكوردينتس بتاعتها 20 على الاكس اكسس و 100 على الواي اكسس. فلما تحب تجيب الاسلوب بنعمل y2 minus y1 over x2 minus x1. y2 اللي هي 100 minus y1 اللي هي 0 اللي هي الحته دي كلها يعني الاوبزيت يعني اللي هي الحته دي على adjacent اللي هو 20 minus 0 اللي هو x2 minus x1 20 minus 0 يعني اكني بقسم 100 على 20 يطلع الاسلوب ايكوال 100 على 20 تطلع 5. ده الاسلوب. بعد ما اجيب الاسلوب هعمل بقى 5 اوفر كوزاين الانجل اللي هو ايه اللي عليها كوزاين 30 يبقى الناتج هيطلع لك. يبقى في طريقتين اهو تجيبها من الاسلوب على كوزاين ثيتا او تعوض على النقطه دي ب 100 والديسبيسمنت ب 20 وعلى كوزاين 30 هي نفس الناتج. طيب السؤال اللي بعده بيتكلم عن ايه؟ Choose a following graphs represent the relation between force
act on a group of moving bodies and the displacement moved by these bodies in the same direction of force due to the effect of this force. On which of these bodies the work done is the biggest. مين فيهم يا ترى الورك دان اكبر ما يمكن؟ هو هنا عامل ريليشن ما بين فورس وديسبيسمنت. واحنا قلنا لما يجيب لي فورس وديسبيسمنت يبقى الاريا تحت الخط اللي اتعمل هو الورك دان. الاريا تحت الخط اللي اتعمل هو الورك دان. وعلى فكره في كله الفورس ايكوال والديسبيسمنت برضه ايكوال. يعني نفس كونت فورس هنا هي كونت فورس هنا هي كونت فورس هنا هي كونت فورس هنا. انا هعدل ده بس شويه كده نرفعه فوق عشان يبقى قدهم. هنا الفورس وهنا الديسبيسمنت نفس كونت فورس هنا الديسبيسمنت. وهنجيب الاريا هنا تحت الخط ده وهنجيب الاريا تحت الخط ده وهنجيب الاريا هنا. اعمل بقى هنا ده انا عايز اجيب الاريا تحت الكيرف مش هو ده الكيرف اللي هو من دوني. اجيب الاريا تحت الكيرف يعني الحته دي بلس الحته دي والاريا هي الورك دان. طب يا ترى مين فيهم اكبر اريا؟ بالنسبه ده الاريا تحت الخط ده تراينجل يعني هاف في البيز في الهايت. طب وده ده الريكتانجل كله يعني يعتبر ضعف ده. لو تراينجل دوت اهو ده الدايجونال ده اساسيس يبقى ده الريكتانجل وده نصه اللي هو تراينجل يبقى طبعا الاريا هنا اكبر حسب ضرب اللينس في الويكس ده كله. وده برضه تراينجل يعني هيبقى نص القيمه هنا برضه. طب هنا هل الاريا هنا اللي هي بتاعت الحته المنقطه دي اكبر ولا دي اكبر؟ اكيد دي. اصل دي كلها ماينس الحته دي يدينا الاريا بتاعت الخط ده. فاحنا يعتبر اكبر اريا هتبقى هنا يبقى دي فيها اكبر ورك طبعا. تاني بقى كده يبقى ده الخط اللي عندي فانا بجيب الاريا تحته هيبقى تراينجل بس نص ده اه اكن انا قسمت ده نصين يبقى ده نص تراينجل وده النص الثاني اه اكن قسمت كده وجايب النص ده يبقى ده برضه اكبر لان ده ريكتانجل انما ده تراينجل وده تراينجل. طب وده هو نفس الريكتانجل بس ماينس منه الحته المخططه دي يبقى بالعقل كده هيبقى ده هو الاكبر اريا يبقى هو اكبر ايه؟ فورك ده. دوت الاسئله بتاعت تيست يور سيلف في كتاب المعاصر. اللي تشوف بقى بتاع الكتاب في الصفحه اللي قصادها اعتقد ان اول بروبلمز دي بتبقى سهله خالص. فاحنا لو هنبدا نحل اول سؤال بيقول لي ذا دايمنشنز اوف فورك طبعا موجوده عندنا سهله ما فيش فيها مشكله اللي هي رقم سي ام ال بار 2 تي بار نيجاتيف 2 والجول از ايكوفالنت تو نيوتن متر اللي هو اول اختيار. ورك دان از ماكسيمم وين ذا انجل بتوين ذا دايركشن اوف فورس that act on a body and the direction of displacement equal. طبعا work done maximum يبقى لما يكون اتجاه الفورس واتجاه الديسبيسمنت هما الاثنين مع بعض يبقى الانجل ما بينهم زيرو. انما لو قال نيجاتيف ماكسيمم فاليو يبقى الانجل ب 180. السؤال الرابع بيقول when a body moves in a direction that makes angle 60 with the direction of the force acting on it then the work done equal كام؟ بيبقى دلوقتي ان الفورس الدايركشن بتاع الفورس والديسبيسمنت في انجل ما بينهم 60 دي. انت عارف ان الورك بيساوي اف في دي في كوزاين 60 وكوزاين 60 بهاف اذا فالورك هيبقى هاف اف في دي يعني هاف الماكسيمم فاليو. يبقى لما الانجل تكون 90 كوزاين 60 بهاف هيبقى اسف الانجل تكون 60 كوزاين 60 بهاف يبقى هاف اف دي يعني هاف الماكسيمم فاليو اللي هو اختيار سي. راجع معايا بقى الاجابات. رقم 5 بيقول ذا ورك از نيجاتيف اف ذا دايركشن اوف ديسبيسمنت نوت ذا دايركشن اوف ذا فورس. طبعا هو الورك دان از نيجاتيف يبقى عمر ما الدايركشن بتاع الديسبيسمنت ان ذا سيم دايركشن اوف فورس يبقى اول اختيار خطا. نورمال لا طبعا لان لو نورمال الفورس والديسبيسمنت نورمال على بعض هيبقى الورك دان بزيرو لان كوزاين 90 بزيرو. رقم دي بيقول لي انكلايند باي اكيد انجل لا طبعا مش هيبقى انكلايند باي اكيد انجل علشان لو اكيد انجل هيبقى الورك دان برضه بوزيتيف لان احنا شرحنا في الدرس بتاع الورك ده ان الورك بيبقى بوزيتيف طول ما الانجل زيرو او اكيد زيرو طبعا الورك بيبقى ماكسيمم فاليو واكيد بوست فاليو لغايه ما يجي عند 90 زيرو وبعد ال 90 بقى يبقى الديسبيسمنت هنا والفورس اوبزيت لها هنا كده او هما الاثنين ان وان هاف ذا سيم لاين اوف اكشن بيبقى الانجل بقى اكبر من 90 بيبقى ايه؟ اوبتيس انجل بتبقى الورك دان نيجاتيف. فهو عايز بقى الورك دان از نيجاتيف يبقى الاختيار سي اللي هو اوبوزيت ذا
اوبوزيتس يعني عكس اتجاه الديسبليسمنت يعني زي ما احنا عاملين هنا كده. رقم 6 بيقول ذا ورك دان باي ذا بريكس از نفس الكلام، البريكس قوه الفرامل بتبقى عكس اتجاه الموشن، العربيه ماشيه كده والفرامل بتاثر عليها ان اوبوزيت دايركشن في الموشن عشان توقفها، يبقى الورك دان هيبقى نيجاتيف طبعا. وفي الحاله دي بنقول ان مش الكار هي اللي دو ورك، ده في ورك دان اون ذا كار. If the force acting on a body is doubled such that the body covers the same displacement, then the work done equal A. السؤال ده حله سهل قوي، بيقول لي الforce is doubled يعني بدل ما كانت F هتبقى 2F، فالwork done هيزيد دبل هو كمان لأنه قال إن الديسبليسمنت ثابتة. طلع دي بره الموضوع ده. الforce زادت دبل يبقى الwork done هيزيد إيه؟ دبل هو كمان. يبقى إيه S doubled اللي هو الاختيار B. Perpendicular force. Perpendicular force، خلي بالك بقى من كلمة perpendicular force دي. Perpendicular force يعني force perpendicular على اتجاه ال displacement أو force perpendicular على اتجاه displacement. A perpendicular force of 40 newton act on a body that moves in a circular path to displace it 10 متر. بص بقى الجسم اللي بيتحرك في circular path سواء قال لك ان force perpendicular او ما قالش كده كده الفورس بتبقى perpendicular على اتجاه الموشن، واحنا قلنا الكلام ده في الشرح. في circular path في الجسم اللي بيتحرك في circular path يبقى اتجاه الفورس ناحيه السنتر واتجاه الموشن عند اي نقطه بيكون تانجنت للسيركلر باث. يعني ده هيبقى دايما بيربنديكولار على اتجاه الموشن، فعشان كده مش محتاجين ورك دان. السطرات مش محتاج ورك دان، والالكترون هو بيلف من حوالين النيوتن مفيش ورك دان على الالكترون، والبلانتس لما بتلف برضه حوالين الصن اي جسم حركه سيركلر باث زي الورك دان عشان دايما اتجاه الفورس بيربنديكولار على اتجاه الايه؟ الديسبيسمنت، يبقى هنا الورك دان بزيرو. رقم 9 A mother pushes her child's cart with a constant velocity on a straight horizontal route by a force that makes with the horizontal angle 60. يعني force make angle 60 with the horizontal. دي الكارت والمذر بتعملها pushing بفورس، والفورس عامل انجل 60 مع الديسبيسمنت، يعني لو ده اتجاه فورس هو مديناه كده زي ما قلنا المره اللي فاتت، الانجل ما بين الفورس والديسبيسمنت بتساوي 60 دي. If the friction force of 20 نيوتن acts on the cart، هي بتتحرك كده، والفريكشن فورس بتبقى in opposite direction to motion. الفريكشن بتساوي 20 نيوتن هي كمان. Then the work done by the mother to move the cart a distance 5 meters. الام دي حركت الكارت ديستانس 5 متر. اقرا بقى في اول الكلام كده حاجه عدينا عليها مرور الكرام وده غلط لان دي هي اللي هتحل المساله. بيقول لي A mother pushes her child's cart with a constant velocity. Constant velocity يعني سرعه ثابته. وطالما ان constant velocity يبقى الاكسلريشن ايكوال زيرو. يبقى الفورس اللي بتاثر على الولد ده بزيرو، ما طالما ما فيش اكسلريشن ما فيش فورس، عشان فورس بتساوي ماس اكسلريشن. ازاي الكلام ده بقى؟ قال لك هو الفورس دي او الفورس فيكتور اللي بتاثر بيه الام، لو جيت تعمل لي ريزوليوشن لتو كومبوننتس هتبقى الاف كوزاين ثيتا هورايزنتلي والاف ساين ثيتا فيرتيكالي لتحت كده عشان يبقى الفورس فيكتور ده ما بينهم زي ما قلنا في الشرح. طيب الاف ساين ثيتا ملهاش تأثير على الموشن، مش هي اللي بتحرك الجسم، اللي بيحرك هي الاف كوزاين ايه؟ سيتا. بس الاف كوزاين سيتا تأثيرها ملغي، ليه؟ أصل الفريكشن فورس دي بتساوي 20 نيوتن قد الاف كوزاين سيتا بالظبط. بدليل لما الاف كوزاين سيتا لغت الاف فريكشن فالتوتال فورس بقى بزيرو، فما فيش اكسليشن فتحرك بكونستانت ايه؟ فيلوستي. يبقى تاني كده لما يقول لك كونستانت فيلوستي يعني اكسليشن زيرو. وطالما ان الاكسلريشن زيرو يبقى مفيش فورس اهو، الاكسلريشن زيرو يبقى الفورس هي كمان بزيرو. ازاي الفورس بزيرو؟ ما احنا عارفين ان الورك دان بيساوي اف كوزاين ثيتا في الدي. قال لك اصل الفورس طالما ان هي بزيرو يبقى الاف كوزاين ثيتا دي ب 20 نيوتن زي الفريكشن فورس اللي هو قايل عليه، وهما الاثنين اوبوزيت ان دايركشن فلغوا هما الاثنين بعض. اذا فالاف كوزاين ثيتا دي كلها على بعضها بتساوي الفريكشن فورس وكنسلوا بعض هما الاثنين، يبقى لما اجي اجيب الورك دان اضرب اف كوزاين ثيتا اللي هي ب 20 في الديسبيسمنت اللي اتحرك في الجسم اللي هي 5 متر. 20 تايمز 5 تطلع بكام بقى؟ 100 جول. تاني
بروبلم دي تانية اهي عشان ديت فيها تريك اهي. دي الكارت بتتحرك في اتجاه معين، ده اتجاه الديسبليسمنت وده اتجاه الفريكشن فورس عكس الديسبليسمنت، هو قال الفريكشن فورس ب 20 وفي بوشنج فورس بتاثر عليها الام، ده اتجاه البوشنج فورس بس انا مديته كده شويه. طالما ان في فيكتور واي احنا قلنا بنحلل التو كومبوننتس، واحده هورايزنتال والثانيه فيرتيكال. هاي ده اف كوزاين ثيتا في نفس اتجاه الديسبليسمنت، وده الاف ساين ثيتا ملهاش تاثير على الموشن. سيبك من اف ساين ثيتا دي، تعالى بقى على اف كوزاين ثيتا والاف ساين ثيتا، هما الاثنين كانسلوا بعض، يعني هما الاثنين ايكوال. اف كوزاين ثيتا بتساوي فريكشن فورس. ليه بقى؟ ليه الاف كوزاين ثيتا ايكوال اف فريكشن؟ ارجع للكلام بقى، هو قال ان العربيه بتتحرك بكونستنت فيلوستي، يعني زيرو اكسلريشن، وطالما زيرو اكسلريشن يبقى زيرو فورس. اذا فالاف كوزاين ثيتا ناحيه اليمين لغت الاف فريكشن لان هما الاثنين ايكوال لبعض. هو اللي قال ده، هو اللي قال مفيش اكسلريشن على مفيش فورس، يبقى ده العكس. يبقى الاف كوزاين ثيتا عايز تقارن ان هي بتساوي كام؟ 20. اضربها بقى في الديسبليسمنت اللي هو قايل عليها 5 متر، يبقى 5 تايم 20 تطلع 100 دي جول. دي كانت تشوز رقم 9 في الكتاب. رقم 10 بيقول ايه؟ فورس وديسبليسمنت. عامل الشكل ده كده. هنا 2 هنا 4 هنا 6 هنا 5 وهنا 10. وبيقول عايزين نجيب الورك دان. احنا لسه شارحين من دلوقتي ان الاريا، طالما ان انت عندك ريليشن ما بين فورس على الواي اكسس والديسبليسمنت على الاكس اكسس، يبقى الاريا اللي هي الورك دان. فانا عايز اجيب الاريا بتاع الشكل ده، احنا هنقسمه لشكلين اهو، اريا 1 واريا 2. ده ريكتانجل الاريا بتاعته خاصة ضرب اللينث في الويدث 2 تايمز 10 ب 20 بلس اريا 2، ده تراينجل والاريا بتاعت تراينجل هاف في البيز والهايت، يعني هاف في البيز اللي هي من 2 ل 6 هطلع 6 ماينس 2 يطلع 4، في الهايت اللي هو 10 نيوتن يطلع 20 متر سكوير. 20 بلس 20 تطلع 40 جول، اللي هو الاختيار بي. سؤال رقم 11 يقول the opposite graph shows the relation between work done on a body and the angle between the acting force on the body and the displacement moved by it due to the effect of this force. Then the value of A and B، وعامل كيرف كده عايز يجيب A وعايز يجيب B. خلينا متفقين ان A ده هيبقى work لانه على الواي اكسس اللي هو بتاع الورك، يبقى كل القيم اللي هنا قيم للورك دان، فالA دي تعتبر من ضمن القيم اللي هنا تعتبر الورك دان. طيب الورك بيساوي الاف في الدي في كوزاين الانجل اللي بينهم، مش معايا الاف ولا معايا الدي، بس الانجل هنا بكام؟ انزل بقى كده لقيت الانجل هنا اللي على الاكس اكسس ب 0 وكوزاين 0 بايه؟ ب 1، يبقى الورك هنا بيساوي اف دي. يبقى نقطه A اللي هي تعتبر ورك دان لانها بتساوي اف دي في كوزاين الانجل، بصيت على الانجل لقيتها ب 0 لان جت هي الاوريجنال بوينت بقى. الاكس اكسس عندها النقطه دي ب 0 وكوزاين 0 ب 1، يبقى الورك هنا اللي هي نقطه A تعبر عن الورك بيساوي اف دي. يبقى الاختيار A والاختيار C مظبوطين لغايه دلوقتي. تعالوا بقى نشوف نقطة B. نقطة B ده على الإكس أكسس اللي هو سيتا، يعني نقطة B تعتبر أنجل. عندها عند نقطة B أهو الأنجل جت عند نقطة B. عندها الورك دان بكام؟ أهو نقطة B أهي اللي إحنا عايزين نجيبها، عندها الورك دان بكام؟ بزيرو. وإمتى يكون الورك دان بزيرو؟ لما الأنجل دي تكون بكام؟ بنايت، يعني الفورس بيربنديكولار على الديسبليسمنت، فالأنجل بنايت فالورك دان بإيه؟ زيرو. يبقى الاختيار هيبقى سي،
لان نقطه ايه طلعت اف دي ونقطه دي اللي عندها الورك دامب زيرو اهو نزلت منها عمود لقيت الورك دامب هنا بزيرو وطالما الورك دامب زيرو يبقى الانجل ديت ب 90 يبقى الاختيار هيبقى سي. رقم 12 بيقول two ropes are attached to a box, ده بوكس صندوق وفي two ropes ده 40 نيوتن عامل انجل 35 مع البريزنتر وده برضه 40 نيوتن عامل انجل 35 برضه مع البريزنتر وده اتجاه الموشن او اي دايركشن اوف موشن كده. To the direction of motion, the box is moved 20 meter with displacement اللي اتحركها الصندوق ده 20 meter in the direction shown. عايزين نجيب الورك دان ان جول. اجيب الورك دان ازاي؟ مظبوط معروف ان الورك بيساوي فورس في الديستانس في كوزاين الانجل المعمول. الديستانس او displacement ب 20 مفيش فيها مشكله. طب الفورس بقى هنا مفيش فورس واحده ده فيها تو فورسز 40 و 40. بس الانجل دي او الفورس اس دي بعلها تو كومبوننت واحده هوريزونتال والثانيه فيرتيكال والفيرتيكال ماليش دعوه بيها انا دعوه بالهوريزونتال. يعني دي 40 تبقى دي 40 كوزاين 35. طب واللي تحت برضه هحلها تو كومبوننت واحده هوريزونتال اللي هي بنفس الاتجاه دي اهي واحده فيرتيكال. سيبك من فيرتيكال بقى خليك في الهوريزونتال هتبقى برضه 40 في كوزاين الانجل 40 في كوزاين 35. يبقى في كام فورس دلوقتي؟ 40 كوزاين 35 و 40 كوزاين 35 برضه في نفس الدايركشن هما الاثنين. يبقى الفورس هنا تعتبر 2 في 40 في كوزاين 35 في الديسبريسمنت اللي هي ب 20. يبقى ده الاختيار 2 في 40 في كوزاين 35 في 20 ده الاختيار B. تاني 40 دي عملت لها ريزوليوشن ل 2 كومبوننت اهي 40 كوزاين 35 والفيرتيكال اللي هي 40 ساين مالناش دعوه بيها. ودي برضه هعمل لها ريزوليوشن ل 2 كومبوننت واحد هوريزنتلي برضه 40 كوزاين 35 اهي والفيرتيكال مالناش دعوه بيها. يبقى احنا عندنا كام واحده 40 كوزاين 35؟ 2 يبقى 2 في 40 كوزاين 35 في الديسبريسمنت اللي هي 20. ده الاجابه بتاعت سؤال رقم 12. اخر واحد في التشوز وهسيبكم انتوا تحلوا الاسئله الكويتشنز والبروبلمز ومش هحل غير اللي هيقف عليهم بس او هيقف معاكم في البروبلمز. هو ان شاء الله هتبقى البروبلمز سهله وكلها قلناها ومش كتير هم 14 بروبلم بس. تبص على الاسئله الكويتشن وعلى البروبلمز واللي يقف عليكم او اللي يقف معاكم هو اللي تبعته لي وهنشوف الكومن ايه او كله واقف في ايه وهنقوم جاي نشرحه عشان مش هنشرح كله عشان نشوف بقيه المعلومات. اخر نشوف بس الاول بيقول ايه which doesn't constitute a change in the work. في اختيارات اهي بس مين فيهم اللي ما بيبقاش فيه change في الورك. تعال نشوف واحده واحده كده نشوف كل اختيار فيهم مين فيهم اللي مش هيسبب change in work. اولا نبدا من الاخر slowing an object. كلمه slowing an object يعني الفيلوسيتي بتاعته decrease وطالما ان الفيلوسيتي ديكريز يبقى في فورس بتاثر ان اوبزيت دايركشن عشان تقلل السرعه يبقى في هنا ورك والورك هنا نيجاتيف لان احنا قلنا المره اللي فاتت لو الفورس في نفس اتجاه الموشن يبقى الفيلوسيتي انكريز يبقى الورك ده بوزيتيف. طب لو الفورس ان اوبزيت دايركشن تو موشن لو هو ماشي كده بس الفورس عكسه يبقى الفيلوسيتي ديكريز والورك ده هنا بالايه؟ بالنيجاتيف عشان الانجل تبقى ازيد من 90 لو تفتكر. فطالما ان الاوبجكت سلو داون يبقى الفيلوستي ديكريز يبقى في فورس وطالما ان في فورس وقللت سرعه الجسم يبقى في ورك يبقى ديت مش صح. اللي بعده انكريزنج ذا اوبجكت سبيد اللي هو الاختيار سي برضه طالما ان الفيلوستي انكريزز يبقى في فورس وبتحرك الجسم سيرتن ديسبيسمنت يبقى في ورك. احنا عايزين مين فيهم اللي مش هيسبب ورك خليك فاكرين. رقم بي موفينج ان اوبجكت فروم ريست طالما الاوبجكت موف يبقى اكيد الفورس دي سكسيد تو موف ان اوبجكت سيرتن ديسبيسمنت ما اتحرك بقى يبقى الفورس حركته سيرتن ديسبيسمنت يبقى فيه ورك يبقى ده برضه خطير خطا. نمبر ايه بيقول لي ابلاينج ا فورس ان اوبجكت انا اثرت فورس بس هل يا ترى الفورس دي سكسيد تو موف الاوبجكت؟ والله مش متاكدين لان انا ممكن اثر على الحيطه دي بفورس بس ما حركهاش يبقى هنا مفيش ايه؟ ورك دان. يبقى الاختيار ايه هو اللي صح؟ لان هو سايبها لي مبهمه كده بيقول لي في فرصه اثرت بس ممكن تكون فرصه ديت ما حركتش الجسم يبقى ما فيش هنا تشينج ان ورك. يبقى which doesn't constitute a change in work مين اللي مش هيسبب ورك؟ هو
هيبقى الاختيار بي. انا متاكد فور شور ان هو للاسف الاختيار ايه، لان الباقي كله في موشن، في سلو، في البروست انكريز، يبقى في ورك دان، لان في تشينج ان ديسبيسمنت. انما الاولاني بيقول لي في فورس، ممكن تكون الفورس ديت ما نجحتش انها تحرك الجسم مسافه معينه، يبقى هنا بقى مفيش ايه، مفيش ورك دان، يبقى الاختيار الصح هيبقى هو ايه. هنكتفي بالقدر ده النهارده ان شاء الله، وهستناكم بقى تحلوا الاكسرسايز بتاع الورك الايسيك كوتشز والبروبلمز ال 14 بروبلم اللي موجودين، وان شاء الله اشوفكم بقى في الحاجات الكومن اللي انتم مش تعرفوها، او الناس اللي رقم كذا ورقم كذا ورقم كذا، دي اللي انا هحلها ان شاء الله على المساء بتاع الورك، واحنا بنشرح الدرس بتاع الكوانتيك انرجي، عشان الكوانتيك انرجي محتاج مجهود شويه، فهنخليك في سيشن بعده ان شاء الله. شكرا.